لك. نتواصل دايما معكم مشاهدينا من خلال هذا الموعد الإخباري. نفتح ملف ثاني للنقاش، سنتحدث ونتوقف عند إعلان الجزائر الخطوة المهمة في طريق الوحدة والانقسام، إنهاء الانقسام الفلسطيني. مبادرة الجزائر تمكنت من جمع شتات الفصائل الفلسطينية بعد قرابة سنة من اللقاءات المتوالية بالتوقيع مساء الخميس على اتفاق جديد باسم إعلان الجزائر. وأكد الاتفاق المعلن اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة الوطنية عبر إنهاء الانقسام، واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات على الساحة الفلسطينية بهدف انضمام الكل إلى منظمة التحرير الفلسطينية. معنا الآن وعبر الهاتف من فلسطين السيد محمود العوضية، صحفي من فلسطين. أهلا بك معنا. حياكم الله. أهلا وسهلا. أهلا. حياكم الله. مرحبا بك سيد محمود عوضية. في البداية، كيف ترون نجاح الحوار الفلسطيني في الجزائر لإنهاء الانقسام؟ هل يعتبر يعني خطوة لنجاح القمة العربية في تجاوز أزمة أرقت العرب في على مدار خلينا نقول 15 سنة وأضعفت ربما صوت القضية الفلسطينية إقليميا ودوليا؟ نعم، بالتأكيد. بداية تحية لكم ولشعب الجزائر الحر الأبي الشقيق. هذا الشعب الذي تربطنا به كفلسطينيين علاقة حب وعلاقة كبيرة على مدار التاريخ. ليس غريبا دولة الجزائر الشقيقة، كيف لا، وهي احتضنت إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988. ليس غريبا عليها أيضا أن تحتضن اليوم مؤتمر لم الشتات الفلسطيني، هذا الشتات الذي استمر لأكثر من 15 عاما، وحوارات كثيرة من بعض الدول العربية وغير العربية أيضا، ولكن دائما الجزائر حرصها الكبير على فلسطين وعلى لم شتات الفلسطينيين هو بالتأكيد حرص على دعم الجزائر المستمر للقضية الفلسطينية وعشقها الكبير. طيب، وكيف يبدو هناك المزاج العام في الشارع يعني بعد توقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر؟ عفوا، السؤال مرة أخرى. ضعنا في الصورة ربما عن ردود ربما فعل الفلسطينيين هناك، كيف يبدو هناك المزاج العام يعني في الشارع هناك؟ نعم، بالتأكيد ردود الفعل كبيرة وردود الفعل قوية. هذه الصور التي رأيناها خلال المؤتمر وإعلان الجزائر عن البيان الختامي للمؤتمر المكون من 9 بنود، هناك 3 كبيرة بالحديث والاتفاقات بين جميع الأطراف والفصائل الفلسطينية المجتمعة في الجزائر. ردود الفعل هنا في قطاع غزة على وجه الخصوص وفي فلسطين بشكل عام هي ردود فعل إيجابية وشكر متواصل لدولة رئاسة وشعبا على احتضانها لهذه لاحتضانها لمؤتمر لم الشمل. الصور الفلسطينية التي رأيناها عبر الإعلام وعبر التلفزة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي أثلجت صدور الفلسطينيين. الفلسطينيين هم بحاجة لهذا لهذا المشهد وللم الشتات الفلسطيني. كيف رأينا الرئيس عبد المجيد تبون وهو يحتضن الفصائل الفلسطينية، كيف رأيناه وهو يقدم له أيضا وسام القدس من قبل رئيس حركة حماس، رئيس مكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية إسماعيل هنية، وهو يهدي الرئيس عبد المجيد تبون وقلده وسام القدس. هذه الروح الإيجابية التي سادت بين جميع الأطراف. الشارع الفلسطيني دائما يستبشر خيرا بهذه الروح الإيجابية بين الفصائل الفلسطينية، وأيضا هذا الأمر يحتاج جهد كبير من الجزائر، وأن تضع دائما الجزائر وكما رأينا في البيان الختامي بأنه ستكون هناك لجنة من قبل الجزائر ستتابع تنفيذ البنود خلال عام لإتمام المصالحة الفلسطينية وأن تتوج. طيب، سنتحدث عن كل هذا. نعم. سيد محمود عوضية، اتفاق المصالحة الفلسطينية المبرم يعني في الجزائر هو السابع يعني منذ العام
2000 نعم. أعتقد وسبعة إلى اليوم، يعني التي أبرمت في مكة والقاهرة وأيضا الدوحة، ناهيك عن أكثر من 7 لقاءات ومحادثات وإعلانات في عدد من العواصم العربية بشأنها على مدى نحو 15 عاما، لكن دون أن ترى هذه المصالحة النور أبدا. اتفاق الجزائر الأخير، هل تشوف أنه مشابه في كثير من بنوده لبنود الاتفاقيات السابقة؟ يعني أنا أعتقد بأن اليوم يختلف عن الأمس، خاصة المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية والمستجدات المتعلقة باستمرار الاحتلال الصهيوني بممارساته ضد المسجد الأقصى المبارك والاقتحامات المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الضفة المحتلة، خاصة أيضا التصعيد الأخير من قبل الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة قبل قل من شهر تقريبا، ومحاولة الاحتلال الصهيوني لتقسيم المسجد الأقصى المبارك مكانيا وزمانيا، أيضا محاولات الاحتلال الصهيوني المستمرة بالتنغيص على الفلسطينيين في كافة مناطق الضفة المحتلة و48، وأيضا فشل خيار التسوية السياسية مع هذا الاحتلال الصهيوني. ربما كل هذه المستجدات السياسية تضع الفصائل الفلسطينية وخاصة حركة فتح أمام مفترق كبير وأمام مفترق طرق، يجب أن يتم إجراء هذه المصالحة في هذا التوقيت، لأن الشعب الفلسطيني، وكما قال عزام الأحمد بالأمس بأنه أول أمس، بأن اليوم الفلسطينيين بحاجة ماسة إلى لم الشمل وبحاجة ماسة إلى تجاوز كل الأزمات من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني وتفويت الفرصة على الاحتلال الصهيوني. وأيضا كما استمعنا قبل يومين خلال اجتماع الرئيس الفلسطيني مع الرئيس الروسي، بأن الفلسطينيين أصبحوا لا يثقون بالإدارة الأمريكية. نعم. محمود عوضية، شعبنا الفلسطيني، بالحديث عن الرأي العام هناك في فلسطين، هل يشوفوا أنه الطرف الجزائري يعني أمعن إن صح التعبير في الاستماع لأطروحات الفصائل ومقترحاتها لما تراه ربما مخرجا لأزمة الانقسام، وبني على التجارب ربما الحوارات السابقة؟ يعني أخرج وثيقة الجزائر موقع عليها أمس الخميس يعني كل الفصائل المشاركة، لأنه بالمقابل يعني أعربت عن تفاؤلها بنتائج الإعلان الجديد من حيث الضمانات والآليات باعتبارها مختلفة عن سابقاتها. يعني بالتأكيد الأجواء التي دارت خلال هذا المؤتمر هي أجواء إيجابية بشكل عام، وأن يعني كما تحدث الطرفين وتحدث جميع الأطراف بأنه لا يوجد أي مشادات أو أي نقاش حول الوثيقة التي عرضتها الجزائر في مؤتمر لم الشمل المكونة من 9 نقاط، وأن هذه 9 نقاط الكل الفلسطيني يجمع عليها ولا يوجد أي خلاف حول هذه الوثيقة، فقط الأمر يحتاج إلى تطبيق عملي والنزول لتطبيقها تطبيقا عمليا، سواء على صعيد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وكما نعلم بأنه خلال الاتفاق الأخير البنود كانت متشابهة، ولكن آليات التنفيذ دائما تكون العقبة في آليات التنفيذ، والعقبة التي وقفت أمام تنفيذ المصالح وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل عام تقريبا، كان الهدف الذي أوقف هذه الحوارات هو منع الاحتلال الإسرائيلي إجراء هذه الانتخابات في مدينة القدس، والسلطة الفلسطينية والرئيس عباس قال لن نجري هذه الانتخابات ما دام الاحتلال الإسرائيلي يمنع حصولها في مدينة القدس المحتلة. أنا أعتقد بأن هذه المرة لربما سيكون الأمر مختلف إذا ما تم متابعة الأمور خلال عام كما تحدثت الوثيقة، وكما تحدثت بأنه سيكون لجنة تتابع هذا الاتفاق. كل ما تم الاتفاق عليه يمكن أن يتم تنفيذه إذا ما توفرت النية والعزيمة والإصرار وتفويت الفرصة على الاحتلال الإسرائيلي وحل جميع العقبات أمام تنفيذ آليات هذه الوثيقة، وجميعها يتفق عليها جميع الأطراف على صعيد إجراء الانتخابات، على صعيد إجراء انتخابات للمجلس الوطني انضمام الجميع لمنظمة التحرير الفلسطينية، تشكيل حكومة وحدة وطنية، كل هذه الأمور الجميع يتفق عليها، ولكن نحتاج إلى
تنفيذ هذه الاتفاقيات والنزول بها إلى أرض الواقع. فيه بالمقابل ترحيب عربي ودولي أيضا السيد محمد عوضية، يعني العديد من الدول أعربت عن ارتياحها لهذا الاتفاق الذي وقعته الفصائل الفلسطينية برعاية جزائرية لإنهاء سنوات من الانقسام يعني الداخلي الفلسطيني. قطر، تركيا، ليبيا، الكل يعني رحب بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر المنبثق عن مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية. لكن حسب ربما الرأي العام هناك، ما المطلوب اليوم لتنفيذ هذه الاتفاقيات أو نجاح هذه المبادرة؟ ربما لا يزال مرهونا بماذا؟ بإرادة الفصائل الفلسطينية يعني المتحاورة، تشوف أنه هو ربما أهم عامل لنجاح المصالحة واستعادة ربما أو استعادة خليني نقول حقيقية للوحدة الوطنية الشاملة؟ أنا أعتقد بأن الاحتلال الإسرائيلي هو العقبة الكبرى أمام تنفيذ اتفاق المصالحة في كل مرة. الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية لربما يضع العراقيل الكبيرة أمام تنفيذ أي اتفاق للمصالحة الفلسطينية، كما حدث وقلت مؤخرا بمنع الاحتلال إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة. الاحتلال الإسرائيلي هو غير معني بإجراء هذه المصالحة، هو معني بأن يستمر هذا الانقسام الفلسطيني، وهو معني الاحتلال الإسرائيلي بأن تستمر هذه الفرقة بين الفلسطينيين، وهو يحاول دائما أن يعزل الضفة عن القدس ويعزل القدس عن غزة ويعزل غزة عن الضفة المحتلة. وهذه هي الرسائل التي حملتها الفصائل الأخيرة، وكان عنوان المعركة الأخيرة التي خاضتها المقاومة الفلسطينية وسرايا القدس تحت عنوان وحدة الساحات، وهي جاءت لتفويت الفرصة على هذا الاحتلال الصهيوني. بالتأكيد هناك ترحيب عربي من الجميع، الأطراف العربية الغير مطبعة مع الاحتلال الصهيوني، هم بحاجة إلى لم شمل الفلسطينيين وأن تنتهي هذه الصفحة وأن تغلق صفحة الانقسام الفلسطيني إلى أبد، وأن يتم تفويت الفرصة على الاحتلال الصهيوني من أجل إتمام اتفاق المصالحة، خاصة بعد انسداد جميع الأفق أمام السلطة الفلسطينية على صعيد فشل خيار التسوية. سيد محمود العوضية، لو نعود ونتوقف في البداية، تحدثت عن آلية الإشراف والمتابعة يعني الجزائرية العربية بالتنسيق مع الفلسطينيين. هذه الآلية سيد محمود عوضية تحدث لأول مرة، يعني الصيغة السابقة جاءت بقرارات أمم عربية يعني تتابعها دولة معينة بتقديم تقارير، لكن اليوم الجزائر تشتغل مع دول أخرى بذلت جهودا في المصالحة. في رأيك هل هذا الأمر يفتح المجال للتطلع ثقة أكبر نحو المستقبل؟ يعني بالتأكيد الجزائر هي ليست المرة الأولى كما قلت باحتضان الفلسطينيين، وهي احتضنت وبالمناسبة القاعة التي تم فيها مؤتمر لم الشمل هو نفس القاعة، قاعة الأمم هي نفس القاعة التي تم الإعلان فيها عن وثيقة الاستقلال في عام 1988 في شهر فبراير، وهذا مؤشر لربما يبعث بالأمل لدى الفلسطينيين بأن بالفعل إعلان وثيقة لم الشمل الفلسطينية أسوة بالاستقلال الفلسطيني الذي أعلنه الرئيس ياسر عرفات قبل أكثر ربما من 30 عاما. بالتأكيد الجزائر ستتابع هذا الأمر، ونحن على ثقة كبيرة بأن الجزائر الشقيقة ستأخذ هذا الملف على محمل الجد، وهو كذلك تعمل على تفويت الفرصة أمام جميع الأطراف من طيب. أجل إتمام هذه المصالحة من خلال المتابعة العملية والحديثة لإجراء ومتابعة بنود ما تم الاتفاق عليه خلال. وهو كذلك السيد محمود عوضية صحفي من فلسطين، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا لك. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.